اهلا سيام. اذا يحضر معنا في اطار ربما مواكبه الاحداث التي تسبق هذه المباراه النهائي الدوري الافريقي بين الوداد وميلودي سان داونز الناطق الرسمي باسم فريق الوداد الرياضي سي محمد طلال. سي محمد طلال اهلا ومرحبا بك. اولا تعازينا الحاره للاسره الوداديه والاسره اسامه فلوح وايضا كره القدم المغربيه. شنو يمكن تقول لنا ربما على هذا الحدث الاليم اللي الم بالكره القدم المغربيه والاسره الوداديه؟ اولا شكرا على التعزيه. بالفعل كان خبرا محزنا ومؤلما بالنسبه لجميع فعاليات الوداد اينما وجدت، وايضا بالنسبه للمتتبعين الرياضيين المغاربه وحتى جميع المغاربه، لان ان يفقد احد الشباب لا يتجاوز عمره 25 سنه يفقد عمره، ولكن نحن مؤمنين نؤمن بقدر الله. هكذا كانت نهايته. استغل هذه الخرجه من اجل تقديم اصدق التعازي واحر المواساه لعائله اسامه فلوح ولجميع الجماهير الوداديه. لله ما اعطى ولله ما اخذ، ولا يسعنا الا نقول انا لله وانا اليه راجعون. سي محمد طلال، بالعوده لمباراه اليوم نهائي بين الوداد وماميلودي سان داونز، فريقين كبيرين على مستوى القاره الافريقيه، تواجه اكثر من مره خلال السنوات السته الاخيره، ربما اضحى تقليد سنوي اننا نشوف الوداد سان داونز كل سنه، اليوم في الدوري الافريقي على عكس السنوات الماضيه في دوري ابطال افريقيا. نعم، نعرف سان داونز كما يعرفون حق المعرفه. شاءت الأقدار أن نكون معا مرة أخرى في مواجهة حاسمة في نهائي الدوري الإفريقي الجديد. هم يتطلعون لحسم أول لقب، ونحن أيضا نتطلع لحسم هذا اللقب الغالي لإهدائه لصاحب الجلالة عاهل البلاد محمد السادس أعزه الله ونصره، الذي وضع خارطة الطريق في مناظرة الصخيرات والتي نفذها السيد فوزي القجع ومن معه. والوداد ليس بمنأى عن كل هذا، الوداد أيضا فريق مرجعي، فريق تاريخي يضع على قميصه، يتوسط القميص شعار المملكة، شعار الخالد وعلم البلاد. أتمنى من أعماق قلبي أن يكون أول لقب للوداد في هذا الدوري. ليست الأمور بالمتمنيات، ولكن أعددنا لها ما استطعنا من لاعبين ومن حنكة المدرب ومن تواجد هذا الجمهور الرائع. إن شاء الله سيكون اللقب الودادي، وربما مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، والخطوة الأولى ستكون هنا بملعب محمد الخامس على أن يكون تأكيد هناك بجنوب إفريقيا بعد أسبوع من الآن في مباراة لم تكون سهلة. سي محمد طالع، أيضا لن تكون سهلة، هناك تنقل أكثر من 21 أو 22 ساعة إلى جنوب إفريقيا، نحن اعتدنا على ذلك، ولكن أردت أن أوجه التحية الصادقة لأخي وصديقي وعزيزي حمودة بن شريفة، وإلى سي بوجمعة قصاب، وإلى جميع اللاعبين السابقين الذين يحملون في قلوبهم حبا جارفا لهذا النادي، والذين أعطوا البزاف وأعطوا الكثير لتاريخ هذا الفريق، ويجب اليوم أن نؤكد على ذلك، لأن هؤلاء اللاعبين الحاضرين اليوم سيكونوا في الغد لاعبين سابقين، يجب أن تكتب أسماءهم بمداد من فخر من أجل تحقيق هذا اللقب. شكرا شكرا سي محمد طلال الناطق الرسمي باسم فريق الوداد، عودة إليك سيان.